السلام عليكم. بهذه التجربة راح نتعرف على الأساسيات للفوزي لوجيك، المكونات الأساسية والعمليات الأساسية اللي موجودة به، وشون أبني فوزي سيستم، وشني أبسط العمليات اللي ممكن أني أنفذها بإعازات الماتلاب. بالبداية، الفوزي لوجيك هي عملية تحويل في input space معين إلى output space ثاني. شون أسوي عملية التحويل هذا من الانبوت إلى الاوتبوت؟ باستخدام مجموعة من الفوزي if then rule اللي أنا أنشئها حسب المشكلة ماتي وحسب الباريابل الانبوت والاوتبوت. عملية إيجاد كل واحد من دول الرول يتم parallel بطريقة متوازية، فإذا الترتيب مال هذه الرول او القوانين مو مهم، لانه كلها بالنهايه راح تنفذ دفعه واحده. زين، بهذه الرول احنا راح نتعامل ويا الانبوت فاريبل ويا الاوتبوت فاريبل ويا الادجكتيف، يعني شرح خلينا نقول الصفه مال كل واحد من ذول الانبوت او الاوتبوت. نجي على الفازي لوجيك بحد ذاته. اذا نجي نقارن الفازي لوجيك ويا اللوجيك الاعتيادي، اللوجيك الاعتيادي يتعامل ويا فقط قيمتين اللي هو 0 and 1، يعني لو عندي true لو false، ماكو قيم بيناتهم. الفازي لوجيك لا، سوى extension لهذه النظرية الاعتيادية اللي هو العالم لطفي زادة طبعا سوى انشأها هذه النظرية، يتعامل ويا كل الرينج مال القيم ما بين الصفر والواحد، يعني 0.1 0.2 0.3، المهم اقل قيمة بها هي صفر واعلى قيمة بها هي واحد. بعض المفاهيم او الظواهر الموجوده بالطبيعه اني اقدر اوصفها باستخدام المجامع، اقسمها مثلا نجي على اطوال الاشخاص. اكو اشخاص قصيرين الطول، اكو اشخاص متوسطين الطول، واكو اشخاص طويلين. فممكن انه ظاهره الطول اقسمها مثلا الى ثلاث مجاميع، وهذه المجاميع اسميها طبعا بالفازي سيت، ممكن تكون متداخلة بيناتهم، يعني كل اثنين متداخلة بيناتهم 50% 25% 75%. زين، كل اثنين متداخل او جائز كل ثلاثة، هذول الثلاثة ايضا يكونون متداخلين فيما بينهم. ويبدي مثلا استخدم اي كيرف، هذول الفوزي سيت كل واحد من ذولا اني اوصفهم باستخدام شيء اسمه ممبرشيب فانكشن اللي هو عبارة عن كيرف، يا اما هذا الكيرف دا يصعد فقط او دا ينزل فقط او دا يصعد يوصل لي حتى في قمة معينة ثم ينزل. فشكل هذه الممبرشيب فانكشن ايضا متغير، لانك هواية ممبرشيب فانكشن دوال او الكيرف اللي تشرح لي هذه المجموعة او العناصر الموجودة بكل مجموعة. طبعا الممبرشيب فانكشن هي هاي راح تحول لي كل قيمة من القيم الموجودة بالرينج الاعتيادي 0 1 5 10 او قيم سالبة ايضا، تحول ليها الى فازي value الى قيم رينج مالتها محصورة ما بين الصفر والواحد. فاذا اعلى كيرف للممبرشيب فانكشن المفروض ما يتجاوز الواحد، واقل كيرف اقل قيمة بالكيرف هذا ما يصير اقل من الصفر. اذا مثلا ناخذ مثال ثاني، نجي نحكي على فصول السنة اللي هي الشتاء الربيع والصيف والخريف، ونجي نقسمهم على ال 12 شهر اللي عندنا. اوكي، نجي نشوف اكو عدد من الاشهر حتمثل لي فصل الشتاء، عدد اكثر من الاشهر حتمثل لي فصل الصيف، وهكذا، وعدد حيمثل لي الخريف والربيع، واكو تداخل بين هذه يعني بين الاشهر. مثلا اكو اشهر معينه ممكن اني اقول هي تنتمي الى الشتاء بدرجه معينه وتنتمي الى خلينا نقول الربيع بدرجه اقل من عدها. اوكي، مثلا من نحكي على الشهر ال 12 او شهر الواحد، هذه انتمائها الى فصل الشتاء بنسبة كلش كبيرة، بينما ايضا ممكن اخليها تنتمي الى فصل الربيع بدرجة اقل، مثلا خلينا نقول 10% يعني 0.1 او 20% 0.2. من اجي اوصل ما بين الربيع والشتاء اكو فصول ان بتوين بيناتهم اثنيناتهم اللي هي شنية، اللي هي مثلا من ابدي اني فصل الرابع فصل الثالث اكو تداخل
هي نهاية الشتاء وبداية الربيع، فإذا أكو تداخل. إذا هذه الأشهر ممكن أن تنتمي لفصل الشتاء، وأيضا في نفس الوقت تنتمي لفصل الربيع، لكن كل واحدة بدرجة انتماء مختلفة. فهذا اللي إحنا درجة الانتماء راح نقيسه باستخدام الممبرشيب فانكشن وهكذا. فإذا أي مجامع بالطبيعة ممكن أنا أوصفها باستخدام اللينغويستيك فاريبل، يعني طرق كلامية أنا مثل ما دا أحكيها وأوصف كمياتها وحدتها وشدتها. أنا ممكن أستخدم الفوزي لوجيك ببناء هيجي أنظمة ومعالجتها، لكن أكيد مو كل شيء بالطبيعة ممكن أنا أستخدم الفوزي سيت لعملية الديسكريبشن إله وشرحها. نجي هسه أهم المفاهيم الأساسية أو الكونسيبتس الموجودة بالفوزي لوجيك. أهم شيء هو الممبرشيب فانكشن قلنا، والفوزي سيت اللي هي المجموعات الغامضة، وممبرشيب فانكشن درجة الانتماء اللي تمثل لي أو تشرح لي كل واحدة من ذول الفوزي سيت. طبعا هنا أنا عندي هنا تشوفون هسه هذا الكيرف مثلت بي مجموعة من الممبرشيب فانكشن الموجودة بالماتلاب، اللي هي مثلا ترابيزويدال، مثلا هذا شبه منحرف، بيل شيب اللي هو شكل الجرس يصعد بعدين ياخذ واحد وبعدين يرد ينزل، او الدالة المثلثية. طبعا هاي حسب البراميتر مال كل دالة ممكن شكلها يصير مثلا عبارة عن ضلع متساوية، او ممكن يكون ضلع كبير او واحد صغير، مثلا حسب البراميتر. كل ما انا العب بالبراميتر مال كل واحد من ذولا شكلها ممكن هذا يتوسع يصير اعرض، او ممكن يصير يعني اقل عرض من هيك شيء. شكل الجاوزيان فانكشن، السيجمويدال فانكشن وغيرها. اكو 11 ممبرشيب فانكشن موجوده بداخل الماتلاب، اضافه الى اي داله ثانيه انتم تريدون تسموها من عندكم، ممكن انه تعرفوها بفانكشن بالماتلاب وتستدعوها بعدين داخل الفازي حتى تستخدموها. هذه الممبرشيب فانكشن مثل ما قلنا، هنا أنا اي قيمه، هذا الاكس اكسس يمثل لي اي قيمه، كريسب فاليو. كريسب فاليو اللي تمثل القيمه اللي بالطبيعه اللي ممكن تاخذ اي رينج، سواء قيمه موجبه او سالبه او حتى الصفر. زين، فممكن تاخذ اي رينج. اوكي، الرينج الطبيعي المجموعه الكبيره اللي تضم هذه مجموعه القيم من البدايه الى النهايه نسميها اليونيفيرس اوف ديسكورس، المجموعه الشامله اللي ممكن انا اقسمها الى عدد من الممبرشيب فانكشن. وهذه الممبرشيب فانكشن شوفوا ممكن تكون متداخله، مثلا هذه متداخله ويا هذه وايضا متداخله ويا هذه. فاذا هذه الداله هنا ترابيزويدال لها تداخل ويا البيل شيب، وهذا تتداخل بنفس الوقت ويا من ويا الترايانجولر ممبرشيب فانكشن. فاذا ممكن تتداخل ويا تو ممبرشيب فانكشن ثانيه، ممكن تتداخل ويا فقط وحده، فقط ويا داله وحده. اوكي، الممبرشيب فانكشن قلنا هي راح تبدي توصف كل نقطه بالامبوت سبيس وتحولها او تقيس درجه انتمائها بهذه الفازي سيت، تقيس درجة انتمائها للمجموعة مالتنا وتطلع لنا قيمة ما بين الصفر إلى الواحد. الفازي سيت قلنا هي اكستنشن للكلاسيكال سيت. أوكي، إذا افترضنا أنه الإكس هي اليونيفيرس أوف ديسكورس، يعني هاي القيمة الشاملة اللي تمثل عناصر الإكس اللي موجودة على الإكس أكسس الأفقي، المحور الأفقي، وأي عنصر بهذه المجموعة حنرمز له بالسمول إكس. فإذا الفازي سيت عبارة عن مجموعة مرتبة من الأزواج الطبيعية. احنا عندنا السيت الاعتيادية الاوردينري سيت او الكلاسيكال سيت الموجودة بالطبيعة، هي عبارة عن مجموعة تتضمن عدد من العناصر. يعني مثلا اذا قلنا اي تمثل مجموعة العناصر الموجبة المحصورة ما بين 2 إلى 5، شلون حكتبها؟ نفتح قوس 2 3 4 5 و6. اوكي، بينما الفازي سيت لا، حتكونني مجموعة من الازواج المرتبة، كل عنصر بها عبارة عن زوج مرتب، ياخذ قوسين، ياخذ قيمة العنصر هذا الاكس الموجود هنا بالطبيعة هذا. اوكي، ودرجة انتماء مثلا هذا الاكس درجة انتماء بالممبرشيب فانكشن هذه جيت مثلا 0.6. فاذا عبارة اول زوج مرتب اول قيمة بالاكس ودرجة انتمائها بالممبرشيب فانكشن الاولى، بعدين ثاني قيمة بالاكس درجة انتمائها همين بنفس الممبرشيب فانكشن وهكذا. فاذا هذه يسموها فازي سيت، الوحدة هذه الكاملة فازي سيت. اني اقدر امثلها باستخدام الممبرشيب فانكشن هذه. اوكي، هاي اول
فازي سيت عندي مجموعة شلون أني أمثلها باستخدام أزواج مرتبة تمثل قيمة العناصر الموجودة هنا بالإكس وقيمتها بالممبرشيب فانكشن هذه الدالة. أوكي، فالممبرشيب فانكشن قلنا هي الدالة الرياضية اللي تمثل أو توصف الفازي سيت. أوكي، اليونيفرس أوف ديسكورس هي مجموعة العناصر الإكس الكريسب فاليو اللي هي مو فازي فاليو. الفازي سيت هي المجموعة اللي تشرح لي في الظاهرة معينة أو جزء، تأخذ لي جزء من القيم الموجودة باليونيفرس أوف ديسكورس. شوفوا هاي تأخذ لي جزء فقط ويتعامل ويا القيم الموجودة من هنا إلى هذه النقطة، وهكذا كل واحد من ذول الدوال. طبعا هنا ممكن أنه أخذ لي مثال آخر على فازي سيت اللي هي مجموعة أطوال الأشخاص بالطبيعة. أكو أشخاص كلش طويلين يعني very tall، أكو medium tall، أكو small tall، أكو short القصيرين، وأكو middle. فممكن أنه أني أعرف أكثر من فازي سيت لظاهرة معينة واحدة، ممكن أقسمها إلى 3 فازي سيت 4 وهكذا. فممكن أسويها يعني دقيقة أو باستخدام فازي سيت واحدة. طيب خلصنا من الفازي سيت وعرفنا شنو يعني الفازي سيت والفازي ممبرشيب فانكشن. نجي على المفهوم الثاني اللي يحتاج هم من افتهمه اللي هو اللوجيكال اوبريشن الموجوده بالفازي فازي سيت. اكو 3 لوجيكال اوبريشن اللي هي الاند الاور والنوت، لكن تعريفها مو نفس اللي موجود باللوجيك الاعتيادي. اللوجيك الاعتيادي هنا الاند اي قيمه اي مجموعة من العناصر قيمة واحد من عندهم صفر حيطلع الاوت صفر. الاور اي مجموعة من العناصر واحد من عندهم واحد حيطلع الناتج مالتنا واحد. النات هو مقلوب العدد يعني اذا كان واحد يصير صفر او بالعكس. هنا لا، بالفازي الاند ممكن اني اعرفه تعريفين الا تعريفين اساسية. هذول التعريفين شلون يختلفون حسب النظام الفازي اللي اني دا اسويه. عادة اكو نظامين حسب العلماء اللي سووها، اكو الممداني اللي يعرف الاند والاور والنات حسب تعريفه هو، واكو السكينو سيستم اللي ايضا انطى تعريف خاص للاند وللاور وللنات. فهنا بهذا المثال احنا اخذنا الاند على انه عملية مينيموم، ايجاد المينيموم بين رقمين. فشوفوا هنا أنا مثلا هذه الفازي سيت الاي والفازي سيت هذه البي، عملية الاند ما بيناتهم هو ايجاد المينيموم، يعني المينيموم مال النقطة الأولى وهي هاي النقطة الاي والبي هو أقل وحدة اللي هو الصفر. هذه وهذه أقل وحدة هي من هي الصفر فنزل الصفر. من يبدون يصعدون شوفوا هذه مثلا هاي النقطتين ياهو الأقل هذه القيمة، فيبدي هنا تعطي هاي القيمة الأقل، فيجي ياخذ المينيموم مال ذولا الرينج كله إلى أن يكمل. فهذا الأوتبوت مال الاند بين الاي وبين البي. نفس الشيء بالنسبة للأور، الأور راح ياخذ الاور على انه عمليه ماكسيمم. هنا أنا عمليه ماكسيمم ما بين الاي والبي، فهنا ياخذ مثلا هاي القيمه، القيمه هاي هنا ايش قد هنا صفر وهذه في رينج معين، راح ياخذ القيمه الاعلى ويطلعها. شوفوا هنا أنا مثلا هنا وهنا راح ياخذ هاي القيمه ويطلعها، راح ياخذ هذه القيمه لان هو وحده نفسها بالاي والبي راح ياخذها ويطلعها. بعدين تجي تصعد القيم لانه قيمه البي تصعد، يجي يصعد هذا من الكيرف وبعدين يجي ينزل لان البي راح تنزل. عندنا النات هو عبارة عن واحد ناقصا الاي، هذا ما له غير فقط تعريف واحد اللي هو واحد ناقصا الاي. يعني مثلا اذا كانت قيمته هنا صفر حيطلع صفر، اذا كانت قيمته بوينت واحد حيطلع هنا ناتج بوينت تسعة، بوينت اثنين هنا الاوتبوت حيطلع بوينت ثمانية وهكذا. اذا يوصل الواحد، واحد ناقص واحد هو الصفر. هذا المفهوم الثاني خلصنا من عنده ايضا اللي هو اللوجيكال اوبريشن. نجي على المفهوم الثالث وهو المهم جدا جدا وهو الاساس والهارت خلينا نقول قلب مال الفازي سيستم. يعني اريد انشئ الفازي سيستم شلون حكون مجموعه من الاف ذين رولز، مجموعه من قوانين الاف الستيتمنت والكونديشنال الشرطيه اللي تشرح لي عمل هذا السيستم باستخدام اللينغويستيك فاريبل المتغيرات الكلامية اللي توصف لي البيهيفير أو سلوك المتغيرات الموجودة بالنظام، سواء المتغيرات اللي بالانبوت أو المتغيرات اللي راح تطلع لي بالاوتبوت. زين بالفازي سيت الإف ذين رول قلنا حتستخدم
عن طريق او راح نسويها عن طريق بناء المجموعه من الكونديشنال ستيتمنت اللي ممكن تتضمن الفازي لوجيك اللي هي الاند والاور والنوت. زين اذا اخذنا مثال سنجل فازي اف ذير رول ستيتمنت مثلا اف اكس از اي ذن واي از بي. لو نجي نشرح هذا الجزء يسموه الاف بارت او اسمه انتسيدنت. الانتسيدنت اللي هو الاف بارت هذا الجزء الذين بارت نسميه الكونسيكوينت او الكونديشن. اوكي هذا الاكس يمثل لي بعدها قيمه كريسب فاليو الانبوت فاريبل. الاي يمثل لي الفازي سيت لهذا الانبوت فاريبل. الاي هو الفازي سيت اللي ممكن اني امثله باستخدام اي ممبرشيب فانكشن سواء شكلها المثلثيه الترابيزويدال الجاوزيان او اي شيء اني اختاره. اوكي هذا يتعلق بايجاد الفازي فاليو بقيمه الانبوت فاريبل. الواي يمثل لي اوتبوت فاريبل. البي هي الفازي سيت اللي تمثل الاوتبوت فاريبل. هم انا ايضا اقدر اختار لها اني اي ممبرشيب فانكشن اريدها مو شرط نفس الممبرشيب فانكشن هنا اللي توصف لي الانبوت فاريبل. اوكي زين فهنا اعتمادا على الشرط من يتحقق هنا راح اني راح تتاثر القيمه مال واي راح تطلع لي ايضا هنا. زين هذا هو المفهوم مال الاف ذن رول. هذا اذا كان الاف بارت يتكون فقط من كونديشن واحده. هنا ما عندنا فازي لوجيك اوبريشن ما راح نسوي لا اند ولا اور لانه بس بارت واحد بس نوجد قيمه الاكس بالاي حيطلع لي قيمه فازي معينه. ايش قد الاكس راح ندخلها على الممبرشيب فانكشن مال الاي مال الفازي سيت اي طلع لي قيمه واحده وها هي. بعدين ننتقل للذين بارت. لكن ممكن انه الاف بارت يتكون من اكثر من كونديشن واحد يربط بيناتهم اللوجيك اوبريشن اللي اخذناها اللي هي الاند او الاور. هنا نشوفوا هذا مثال عندنا ثاني اف سيرفيس از جود ذن تيب از افريج. التيب يعني البخشيش اللي احنا ننطيه للنادل بالمطعم او بالفندق. اذا كانت الخدمه جيده يعني مو كلش عاليه ولا كلش واطيه فمعناته التيب الفلوس راح تكون افريج راح نعطيها اني اللي عامل الخدمه. هذه بها كونديشن واحده. طيب هذه المثال الثاني اف سكاي از جراي. زين هنا أنا اذا السماء مثلا رماديه شوفوا هذا الجزء الثاني ويند از رونج بارومتر از فولينج ده يوصف لي مجموعه من الظواهر اللي ممكن تصير قبل حدوث عاصفه معينه. زين فهذول الكونديشن الاولى عندنا الويند الكونديشن الثانيه وعندنا هذا البارومتر الكونديشن الثالثه. منو دي يربط بيناتهم انت هذه شنو هذه فازي سيت الاولى فازي سيت الثانيه فازي سيت الثالثه الانبوت فاريبل الاول والثاني والثالث. لازم نوجد قيمه السكاي بالجراي الويند بالرونج حيصير عندنا بالسترونج حيصير عندنا قيمتين فازي وهذه ايضا نوجد قيمتها بالفولنج حيصير عندنا ثلاث قيم. شلون اجمعهم ذول الثلاث قيم حتى اطلع قيمه واحده باستخدام الاند. فاذا كان الاند اني انفذه باستخدام المينيمم فاوجد الاصغر عدد ما بين ذول القيم الثلاثه حتى تطلع لي قيمه واحده فقط. هذه راح اوجدها حتى استخرجها حتى اطبق الذين بارت. اوكي هذا كل ما يتعلق بالاف ذين رول. عندنا هذا المفهوم الثالث. هسه ذول المفاهيم الثلاثه اللي احنا اخذناهم اللي هي الفازي سيت فازي ممبرشيب فانكشن والان الفازي لوجيك اوبريشن والاف ذين رول راح استخدمها ببناء انظمه الفازي. انظمه الفازي تستخدم او تبنى باستخدام مفهوم فازي انفيرنس بروسيس. فازي انفيرنس بروسيس هي عمليه تحويل او شلون انا احاول اسوي مابينج ما بين الانبوت الى حد الاوتبوت باستخدام الفازي لوجيك وكل العمليات اللي تتضمنها. عاده الفازي انفيرنس بروسيس تتضمن خمس اجزاء او خمس مراحل اللي هي مختصره بهذه النقاط الخمسه واللي يمثلها هذا الرسم. طبعا انا اخذت رسم توضيح على فد مثال معين على الخدمه بالمطاعم شلون تتقيم مثلا هنا أنا حتى نوضحها. لو تشوفون هنا أنا هاي عندنا هذا فازي سيستم كامل. احنا للتب خدمه التب الموجوده مثلا بالمطاعم او بالهوتيل فنادق
عندي كم انبوت؟ 2 تو انبوت اللي هي السيرفيس، نوع الخدمة والفود، ونوع الطعام. نوع الطعام. وعندي ايش كم رول اني سويته؟ اني اصممه. طبعا هذا ما راح يخضع لقاعدة معينة، كل واحد منا ممكن يصمم اي عدد من الرول حسب ما تطلع لي نتيجة الاوتبوت. كل ما كانت زيدناها او نقصناها اشوف الاوتبوت ماتي راح يطلع لي النتيجة المطلوبة لو لا. زين اوكي، وعدنا هنا شلون اجمع الناتج مال هذول الرول كليتهم بقيمة معينة، وهذه القيم انا شلون احولها الى اوتبوت فاليو اللي ارجعها للرينج الطبيعي مالتي اللي هي الاوتبوت. فهنا انا شلون حولت الانبوت من هذه الخطوة الى ان وصلت لهذه الخطوة الاوتبوت، هذه يسميها الفوزي انفيرنس انجين اللي راح او فوزي انفيرنس بروسيس اللي راح يمر بخمس مراحل. المرحلة الاولى انا عندي الانبوت مثلا السيرفيس، راح ياخذ رينج من القيم 0 الى 10، هذا يسموه اليونيفرس اوف ديسكورس اللي انا ممكن انه يعني اوصفها باستخدام 3 ممبرشيب فانكشن او 3 فوزي سيت. يعني هذه عندي الفود همين تاخذ رينج معين، مو شرط تاخذ نفس الرينج اللي هنا أنا من 0 للـ10. اول خطوه قيم الموجوده بالانبوت لازم احولهم الى فازي فاليو باستخدام الفازي ممبرشيب فانكشن. فاول شيء الفازيفيكيشن للانبوت فاريبل، هذه الخطوه الاولى سوينا، صارت عندي هاي القيمه، القيم مال الانبوت ماتي صارت فازي، تحولت الى رينج من القيم من 0 الى 1 حسب عدد الممبرشيب فانكشن اللي عندي. طيب الخطوة الثانية application of the fuzzy operator اللي هي الاند والاور، وين موجودة هذه؟ المفروض بالانتسيدنت بارت مال اف ستيتمنت. نجي هسه ندخل على الرول ماتي، على كل وحدة من ذول الرول اجي عليهم وحدة وحدة. هذه الرول راح تقول if service is poor or food is rancid then tip is cheap. يعني هنا انا عندي تو كونديشن، الكونديشن الاول الاقي قيمه السيرفيس، الرقم اللي يمثل لي قيمه السيرفيس بالداله او ممبرشيب فانكشن اللي تمثل لي البور، بعدين ادخل قيمه الفود ايضا اللي هي كريسب فاليو اي قيمه معينه زين بهذه الداله حتطلع لي قيمتين. اطبق الفازي اوبريتر اللي هي شنو هنا انا عندي بهاي الحاله اور، فاذا هذا عندي فازي سيت فازي فاليو هذا فازي فاليو، هذول الاثنين ادمجهم باستخدام الاور، الاور يعني ماكسيمم اطل اخذ اكبر قيمه من بيناتهم، طلعت لي قيمه واحده فقط هنا من هذا الرول من هذا الاف ذين رول هذا. اوكي نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، هنا بس كونديشن واحد بس اوجد قيمه السيرفيس هنا بداله الجود حتطلع لي قيمه واحده فقط، وهنا ايضا هنا حتطلع لي قيمه واحده منها وقيمه من هذه الكونديشن الثانيه ادمجهم باستخدام الاور طلع قيمه واحده. هذه الخطوه الثانيه. نجي على الخطوه الثالثه implication from the antecedent to the consequence part. هسه مو طلعت قيمه الاف بارت، راح اروح هسه انفذ حتى اطبق الذين بارت اوكي باستخدام عمليه الامبليكيشن. الامبليكيشن هي ايجاد الذين بارت، جزء الذين مال كل واحد من ذول الرول. عادة الامبليكيشن ينفذوها باستخدام دالة الماكسيموم، باستخدام دالة المينيموم اوكي، باستخدام دالة المينيموم. وهسه نجي نشوف طبعا هنا أنا. ايجاد قيمة الذين بارت هنا أنا ايضا راح تطلع لي فت فانكشن معينة بس مقطوعة، لانه اذا نفذت دالة المينيموم حتطلع لي فت فانكشن معينة هنا أنا بس مقطوعة، هنا أنا ايضا فانكشن ثانية، وهنا أنا فانكشن ثالثة، راح تطلع لي 3 دوال او كيرف من رول الاول والثاني والثالث. المفروض هذه طبعا تمثل لي الخطوة الثالثة، المفروض اجمعهم سوية، اجمعهم يعني مو عملية جمع زائد، لا اجمعهم يسوي كومبينيشن اوكي، اخذ الاوت بثلاثتهم اطلع من عندهم فد كيرف ثاني جديد واحد فقط من ذول الثلاثة اللي تمثل بهاي الخطوة. هذه شو اسميها اجريجيشن، يعني جمع الاوتبوت مال كل الرول الموجودة عندي بي اوتبوت واحد اوكي، اللي هي aggregation of the consequence across the role اللي هي بهاي تمثل الخطوة. هذه شنو هي؟ هاي الخطوة الرابعة اللي بعدين همين راح نحكي عليها ونوضحها بمثال خطوة خطوة. وبعدين صارت عندي function او دالة واحدة، من الدالة الواحدة حطلع لازم قيمة واحدة،
وهذه القيمة الوحدة المفروض تكون كريسب، لأن هذا الأوتبوت مال السيستم لازم يرجع نفس الشيء إلى قيم طبيعية. مثل ما هنا دخل قيم طبيعية، المفروض راح يطلع أيضا قيم طبيعية. هذه شلون راح يتحول من هاي الخطوة إلى هاي الخطوة؟ باستخدام الديفازيفيكيشن. الديفازيفيكيشن هي ميثودز موجودة، طبعا أكو عدد من الميثود الموجودة بالماتلاب اللي هي تقريبا 5، ممكن أني أختار أي وحدة أريدها وبعدين أثبتها حسب اللي تعطيني قيمة أعلى، اللي تعطيني نتائج أفضل. زين، كل وحدة من ذول الخمس ديفازيفيكيشن ميثود نشرحها باستخدام ماثماتيكال إكواجين، لها معادلة رياضية خاصة بها. وطبعا هذا مو مجال الشرح، لأن هنا أنا عملي نفذ إعازات جاهزة باستخدام الماتلاب. فهذه المراحل الخمسة باختصار الموجودة أو اللي إحنا لازم نسويها ونأخذها بنظر الاعتبار من نسوي ديزايننج لأي فازي سيستم، اللي إحنا مثلناها بهذه الخطوات اللي شرحناها. مثل ما قلنا 2 input 3 rule output 1 فقط. ممكن هذه الأعداد كلها تتغير مع عدد الانبوت الرول والعدد الاوتبوت. الطرق المستخدمة للديفازيفيكيشن ممكن أغيرها أيضا. الممبرشيب فانكشن اللي أنا استخدمها هنا أنا أيضا ممكن أنه أنا أتحكم بها، أغيرها، أزيدها، أنقصها حسب ما تيل طريقة. هسا حنيجي نأخذ توضيح على كل واحدة من ذول الخطوات اللي إحنا شرحناها قبل شوية بهذا الرسم. قلنا الخطوة الأولى اللي هي فازيفاي أمبوت، يعني الخطوة الأولى أنه أخذ كل واحد من ذول الأمبوت وأحدد درجة انتماء للمجموعات الفازي سيت تمثلي الأمبوت فاريبل باستخدام الديجري توتش they belong، اوكي، لكل وحده من الفازي سيت باستخدام شنو الفازي ممبرشيب فانكشن مالتي. يعني مثلا وحده من الرول تقول if food is delicious، قيمه الفود مثلا كانت عندي 8، الديليشس حوصفها باستخدام هذه الممبرشيب فانكشن مالتي. فاذا دخلت ال8 اللي هي هنا الرينج مالتها هنا الاكس مالتها ال8 دخلتها على هاي الممبرشيب فانكشن راح تطلع لي قيمه 0.7. فاذا حولت لي كريسب فاليو هذه الى فازي فاليو، اوكي، لان الرينج مالت الاوتبوت طلع لي من 0 الى 1، هذه فازي فاي انبوت. وهكذا طبعا الفاريبل الثاني ايضا ممكن ادخل على الممبرشيب فانكشن مالته واطلع لي غير قيمه، وهكذا. هاي الخطوه الاولى. قلنا الخطوه الثانيه ابلاي فازي اوبريتر، هذا شو كنت نطبقه اذا كان الاف بارت باكثر من كونديشن. فهنا أنا هذا الكونديشن الاول سيرفيس از اكسلنت او الفود از ديليشس، اذا كانت الخدمه جيد ممتازه والطعام شهي، هنا الكونديشن الاول هذه السيرفيس مثلا قيمتها 3، الفود الانبوت الثاني قيمته 8، حطلع قيمه 8 الفود بداله الديليشس طلع لي هذه القيمه اللي هي 0.7، واطلع لي قيمه السيرفيس اللي هي 3، 3 هنا موقعها. فاذا حطيتها بداله الاكسلنت حطلع لي 0. شلون اسوي لهم كومبينيشن للصفر البوينت 7 بيناتهم؟ شنو الكونديشن؟ اور الاور نمثله او ننفذ احنا باستخدام داله الماكسيمم مثلا بهذه الحاله. فالماكسيمم بين الصفر والبوينت 7 هو 0.7. فاذا نفذت هنا الاف بارت الانتسيدنت بارت، اوكي، طلع لي قيمه واحده من الاف بارت مال الرول الاول. وهكذا اسوي نفس الشيء بالنسبه للرول الثاني، الاف بارت مال الرول الثاني والثالث والرابع. الخطوة الثالثة الامبليكيشن. الامبليكيشن يعني راح ابدي اشتغل على الذيم بارت، شلون اخذ الناتج تبعي من الاف بارت واجي هذا هنا الانتسيدنت بارت او الاف بارت اللي حكينا عليه قبل شويه طلع لي 0.7، شلون راح اخذه وانفذه على الكونسيكوينت بارت. الكونسيكوينت بارت او الذيم بارت اللي هنا مثلا يقول اذا كانت السيرفيس اكسلنت الفود ديليشس ذن التيب جنرس، يعني الفلوس راح نعطيها كلش هوايه، راح نعطي فلوس سخيه بسخاء بكرم. الجنرس راح استخدم لهذه الداله، اختاريت له داله المثلثيه، اوكي، هذه الداله راح ارسمها كليتها واجي اطبق الامبليكيشن. عاده الامبليكيشن ننفذها بالماتلاب باستخدام داله الاند، الاند اللي هي ممكن تنفذ اما باستخدام المينيمم، عمليه المينيمم، او باستخدام البرودكت الضرب. ليش الضرب تمثل دالة أنت؟ لأنه من أني أضرب رقمين عشرية الناتج حيكون رقم أصغر منهم، يعني من أقول 0.1 في 0.1 شنو حاصل الضرب؟ 0.7.
صفر واحد وهكذا راح تصغر، فبالضرب تصغر الأرقام العشرية. فإذا الآن مثل عملية الناتج مفروض يكون في شيء أقل من الانبوت اللي يدخل لي، فلو تكون مينيموم لو تكون برودكت. نجي نشوف هنا أنا مطلع لي من هذول التو كونديشن قلنا طلع لي قيمة واحدة اللي هي 0.7. هذه الممبرشيب فانكشن مالتها بالامبليكيشن او الدين بارت راح حنفذها باستخدام المينيمم، فاقول ال 0.7 راح اقطع بها هذه الداله، اقطع بها الداله. يعني شنو اقطع بها الداله؟ كل مره ال 0.7 اقارنها بكل وحده من ذول النقاط الموجوده. 0.7 و0 شنو المينيمم؟ الصفر. 0.7 و0 المينيمم هي الصفر. 0.7 و0 صفر. هنا 0.7 وهذه القيمه ايش قد؟ اوكي هذه القيمه هي المينيموم، شوفوا ويبدي يصعد لما يوصل الى حد هاي القيم الاعلى من 0.7 0.8، وال 0.7 حياخذ لي 0.7 1 و 0.7 ياخذ لي 0.7 حيقطع، حيسوي قطع. هاي يسموها truncated membership function او هذه عمليه implication. فاذا من الرول الاولى طلع لي هذه الداله، هذا الاوتبوت مال الرول الاولى. نفس الشيء بالنسبه للرول الثانيه، الرول الثالثة والرول الرابعة، انفذ الاف مالتها وودي على الذين بارت باستخدام المينيموم وهكذا. حيطلع لي مجموعة من الترانكيتد ممبرشيب فانكشن حسب عدد الرول مالتي. هسه ايش راح اسوي؟ لازم اسوي لهم اجريجيشن، اجمع الممبرشيب فانكشن الاولى والثانية والثالثة، اسوي لهم اجريجيشن يعني اجمعهم كلهم حتى اطلع ممبرشيب فانكشن وحدة فقط. شلون انفذ هذه الاجريجيشن؟ الانبوت للاجريجيشن بروسيس هي ليست اوف ترانكيتد اوتبوت فانكشن. هذه ترانكيتد يعني مقطوعه، ممبرشيب فانكشن فانكشن مقطوعه، لانه ليش انقطعناها؟ لانه نفذناها باستخدام المينيمم. اوكي النات مين جبناها الترانكيتد؟ من كل امبليكيشن بروسيس لكل رول. فالاوتبوت مال الاجريجيشن عباره عن وان فازي سيت، اذا بس مجموعه واحده، بس فازي سيت واحده لكل output variable. انا عندي هنا بس output واحدة اللي هي tip، اذا بس variable واحد، فالمفروض يطلع لي بس membership function او fuzzy set واحدة. فعندنا ال 3 built in method نستخدمها لل aggregation. عادة تنفذ ال aggregation باستخدام ال or. ال or تنفذ بالماتلاب او بالfuzzy logic الموجودة بالماتلاب، يا اما باستخدام maximum يعني حكبر عملية تكبير، اما maximum او probabilistic or اللي هي اي زائدا ب ناقص اي في البي، او عن طريق دالة الزائد السم اللي هي مثلا اذا قلنا 0.1 زائد 0.2 الناتج راح يطلع لي 0.3، راح يكبر بالزائد يكبر الناتج، بينما بالضرب يصغر النواتج العشرية. وهذا تمثيل، شوفوا هذا تمثيل. احنا مو عندنا 3 rule مثل ما قلنا، هذا الاف بارت وهذا الذين بارت. هنا أنا نجي ننفذ عملية ماكسيمم، هنا أنا ننفذ عملية ماكسيمم. فهنا أنا طلع لنا الرول الأول هاي القيمة، من الرول الثاني بس اكو كونديشن واحد فناخذه بس هذا اللي يطلع لي هنا، وهذا من الرول الثالث. شوفوا عندي هذا الصفر وعندي هاي القيمة، حناخذ الماكسيمم مالتهم هذا القيمة. عندنا الممبرشيب فانكشن بس دالة واحدة بالاوتبوت، هذه الاولى مال الرول الاولى، الممبرشيب فانكشن الثانية، الممبرشيب فانكشن الثالثة. هاي اسوي لهم ترانكيتد، قلنا الامبليكيشن عن طريق دالة مينيموم، حطلع الدالة المقطوعة الاولى. هسه هذا شكلها، هاي انقطعت، هذا هنا هم حقطع الدالة الثانية، فراح تصير هذا شكلها. وهنا انا راح اقطع هذه الممبرشيب فانكشن باستخدام هذه القيمة، حتطلع لي هذه الممبرشيب فانكشن المقطوعة الثالثة. هسه حسوي لهم اجريجيشن للثري، الاوتبوت مال الثري رول باستخدام الماكسيمم. لو نجي نشوف الماكسيمم مال هذا الجزء ويا هذول الاصفار، حيطلع هذا الجزء لهنا، وبعدين يجي هنا الوسط هذا راح يبدي يصعد شوية، صعدنا، وبعدين اخر جزء نجي نشوف صفر بصفر بهاي الدالة راح يجي ياخذ شكل هذا الدالة. فطلع لنا هذا الاجريجيشن مال هذول الثري فازي رول باستخدام دالة الماكسيموم. اوكي تبقى الخطوة الاخيرة اللي هي الخامسة، شلون اطبق اطلع قيمة واحدة فقط اللي هي كريسب فاليو باستخدام يا ميثود الديفازيفيكيشن اللي هي الخطوة الاخيرة الخامسة، ديفازيفيكيشن الاجريجيت اوف فازي سيت اللي هو حيتضمن
مجموعه من الاوتبوت فاليو، اني ما اريد مجموعه وكل هذول الاوتبوت فاليو هي عباره عن فازي فاليو قيمتهم بين الصفر الى الواحد، انا اطلع قيمه واحده فقط وهذه القيمه مفروض تطلع لي كريسب فاليو قيمه طبيعيه، بما انه دخلي الانبوت طبيعي لازم الاوتبوت يطلع لي طبيعي وليس فازي، لازم نسوي لها ديفازيفايد حتى نحصل سنجل اوتبوت من هذه السيت. اكو يقول لك خمس ديفازيفيكيشن ميثود موجوده بالفازي لوجيك تول بوكس الموجوده بالماتلاب، اللي هي السنترويد، البايسكتر، ميدل اوف ماكسيمم، اوكي، لارجست اوف ماكسيمم او سمولست اوف ماكسيمم. هذول كل واحد من ذول الخمسه اكو فد ماثيماتيكال ايكويشن وداله رياضيه توصفها بالماتلاب، مجرد اني اكتب نوع الطريقه حتى تنفذ الطريقه هذه، وبالنظري اكيد المفروض تاخذون الدوال الرياضيه الخاصه بكل واحد من ذولا. فهذه الدوال مثلا باستخدام السنترويد، الطريقه مال السنترويد اللي هي هنا حيطلع لي قيمه التب 16.7. لهنا خلصنا المفاهيم الرياضيه والمراحل الخمسه اللي يمر بها اي فازي سيستم اذا بدنا نبنيه حتى نعالج اي مشكله موجوده عندنا بالطبيعه. البروسيجر عندكم عباره عن نقطتين، النقطه الاولى انه ترسموا لي مجموعه من الفازي ممبرشيب فانكشن موجوده بالماتلاب اللي هي 11، وهذول ال11 نعطيكم احنا شنو هي هاي الممبرشيب فانكشن، المفروض شنو الباراميتر الخاصه بكل ممبرشيب فانكشن حتى ترسموها، اكو 11 فحترسموا لي ذول ال11 ممبرشيب فانكشن اريد على سطرين، السطر الاول مثلا اذا هم 11 حتقسموها اول سطر ترسمون ب 6 ممبرشيب فانكشن، والسطر الثاني حترسموا لي الخمسه. انا كتبت لكم طبعا الاعزات والباراميتر مالتها، طبقوها واريد تشوفون شنو الرسومات راح تطلع لكم. زين في الخطوه الاولى انا حتى ارسم ممبرشيب فانكشن لازم عندي اكس فاليو، شنو هي القيم اللي راح ادخلها على هاي الممبرشيب فانكشن حتى تطلع لي الاوتبوت الفازي فاليو، حتى ارسم الاكس والاوتبوت مال الممبرشيب فانكشن. اوكي لازم احدد شنو هي الممبرشيب فانكشن، لازم احدد الباراميتر مال كل وحده. هنا عرفت في شيء اسمه ممبرشيب فانكشن ام اف حتنفذ لي او تمثل لي ذول ال11 ممبرشيب الموجوده بالماتلاب، كل وحده انطيتها الباراميتر مالتها، اول داله تاخذ 4 باراميتر، الثاني داله البيض شيب شكل الجرس ياخذ 3، وهكذا كل وحده الباراميتر مالتها. كل ياخذ انتو باراميتر فقط، ممكن انتو تغيرون شويه وتباعون شنو الرسوم، شنو تاثير على الرسم اللي راح يصير بالنسبه للرسم الاصلي. اوكي فاذا حتى ارسم ممبرشيب فانكشن قلنا اول شيء لازم اعرفها شنو هي هاي الممبرشيب وشنو الباراميتر مالتها. ثاني خطوه افرض قيم لإكس اللي هي اليونيفرس اوف ديسكورس مالتي، الرينج مال القيم اللي انا اتعامل وياها الكريسب، حفرضها هي مجموعة العناصر اللي موجودة ما بين الناقص 20 الى 20، اش كم نقطة راح اخذ ما بيناتهم؟ 201 نقطة، اريد اطلع 201 نقطة، اقل قيمة بها هي ناقص 20 وعلى قيمة بها هي 20، وايفاليويت هاي القيم الاكس مولدتها راح اوجد قيمها بالممبرشيب فانكشن دول ال11 باستخدام ايفاليويت ام اف، يعني روح طلع كل قيمة لإكس شنو القيمة المناظرة لها بالممبرشيب فانكشن. اوكي الخطوة الثالثة اذا اني عرفت الاكس وعرفت الدوال مالتي طلعت قيمة الاكس بكل واحد من الدالة، ما بقى غير خطوة الرسم. الخطوة الثالثة هي انه ارسم الاكس بالنسبة للواي مالتي، هنا أنا هاي الدوال اللي هي البلوت هذه الاولى راح ترسم لي 6 دوال بسطر الاول، وهنا طبعا هنا اسمائهم كل داله راح يطلع لي الرسم مالتها واسمها حسب هاي هاي الاشياء. شوفوا اني معرفه هنا سنتر واسم اسم الممبرشيب فانكشن، هسه من ترسموها حتشوفون شنو راح يطلع لكم. وعندنا بلوت ثانيه حينزل، شوفوا هنا راح ينزل يرسم الخمسه الباقيه اللي هي من السبعه الى 11، خمس دوال على السطر الثاني. زين هذه بالنسبه للممبرشيب فانكشن حتى تعرفون تخيلون شلون تتعاملون ويا قيم وممبرشيب فانكشن بالماتلاب. زين هسه انا اريد اعرف شلون انفذ طرق الديفازيفيكيشن ميثود الموجوده بالماتلاب. زين هنا عندنا خمس طرق، راح نجي مثلا حفرض اليونيفرس اوف ديسكورس الرينج مال قيم مال الاكس اللي انا اريد اتعامل وياها اللي هي الاكس راح تسوي لي
يكون قيمها ما بين الناقص 10 الى حد العشرة، فيكتور من الناقص 10 الى حد العشرة، الستيبس مال العناصر حتى امشي من اوصل من الناقص 10 الى العشرة هي زائد بوينت واحد. اوكي، وحتطلع لي رينج او فيكتور طويل من العناصر. هذا الفيكتور اوجد قيمته بالممبرشيب فانكشن تمثل دالة ترابيزويدال، اللي حقول له ترابيزويدال ام اف يعني اوجد قيمه الاكس، هذا الفيكتور اللي انا خلقته بالترابيزويدال فانكشن. شنو هي البارامتر اللي مال ترابيزويدال؟ هذول البارامتر المفروض تكون لكم معطات هاي القيم. واوجد قيمه الاكس بالممبرشيب فانكشن مال ترابيزويدال الثانيه، بس البارامتر هنا تختلف اكيد شكلها يختلف زين، وبالبارامتر الثالثه. فصار عندنا اكس اللي يمثل لي اليونيفرس اوف ذس كورس، وقيمهم بثلاثه ممبرشيب فانكشن شكلهم نفسه بس البارامتر مالتهم مختلفه، يعني ممكن تكون ترابيزويدال الاول هنا، بعدين الثانيه تداخل ويا الاولى، والثالثه تتدخل ويا الثانيه، وهكذا على امتداد الاكس يعني حنعرفها. زين هذول الثلاثه ممبرشيب فانكشن هذه كانما احنا دنمثل شنو دنمثل هاي الخطوه، هذه كانما دنمثلها انه الممبرشيب فانكشن هذه طلعت لي من الرول الاولى من الثانيه ومن الثالثة. راح اسوي لهم فد كومبينيشن او اجريجيشن باستخدام فد معادلة معينة حتطلع لي بس ممبرشيب فانكشن وحدة. اللي هي هذه هنا MF1، شوفوا هاي فد معادلة معينة لا على التعيين تجمع لي الاوتبوت مال ممبرشيب فانكشن الثانية والاولى والثالثة، حتطلع لي بس وحدة. زين هاي فقط اختصار حتى بس اريد اعرف شلون حطبق الديفازيفيكيشن، وليس تمثل لي فازي سيت ودي يجي يسوي ابني من الصفر من اول خطوه الى الخطوه الخامسه، لا مجرد تمثيل خطوات يعني مختصره حتى اوصل الى حد منه صارت عندي هاي الداله، صارت عندي هاي الخطوه. هسه المفروض هذه الفازي سيت الترانكيدد طلعت لي اطلع من عندها نقطه واحده باستخدام الديفازيفيكيشن بروسيس. شو راح ننفذ هاي الخطوة؟ شوفوا هسه أنا مجرد أنه دا أرسم الإكس ويا الممبرشيب فانكشن هذه الأخيرة حتى تطلع لي شكلها، شو راح يطلع لي هنا شكلها؟ أوكي، هاي فقط إعادة للرسم هنا دا يتحكم بالإكس والواي كنترول. راح نيجي هسه نرسمها حسب الطرق الخمسة الفازي الديفازيفيكيشن بروسيس باستخدام طريقة السنترويد ميثود، اللي هو عبارة عن حيوجد لي سنتر للأريا under the curve. يعني شفتوا انتو الممبرشيب فانكشن كانت هيش شكلها، الأريا يعني يا هي النقطة المركزية تمثل لي النقطة المركز مال هذه الكيرف الممبرشيب فانكشن المقطوعة اللي طلعت لي النهائية. شو رح ننفذ؟ حقول ديفاز يعني الديفازيفيكيشن بروسيس، الاكس مالتي شنو، الممبرشيب فانكشن مالتي شنو، والطريقة مال ديفازيفيكيشن سنترويد. اوكي، هنا راح يجي حتطلع لي طبعا قيمة تمثل اكس، قيمة واحدة فقط اللي هي تمثل قيمة الاكس، تاخذ اي رينج من القيم ما بين الناقص 10 الى العشرة. زين راح اجي ارسم خط عمودي يقطع قيمة الاكس حتى بقى وين بالضبط موجودة على الاكس اكسس، بس هذا التوضيح. وحرسم عليه انه هذا الخط، ارسم عليه انه هذا باستخدام دالة السنترويد، ورسموها اريد وتشوفون ايش راح يطلع لكم، حتى تتخيلون الشرح هذا. بعدين اجي همينة اوجد الناتج مالتي باستخدام البايسكتر، راح اسوي نفس الخطوات همينة، اقول ديفازيفيكيشن الاكس الممبرشيب فانكشن هذه الكومبايند او الاجريجيتد باستخدام طريقة البايسكتر، وايضا هنا اجي ارسم خط مستقيم عليها حتى اشوف وين صار قيمة الاكس. وبالنسبة للطرق الثلاثة البوقت اللي هي middle, smallest, largest of maximum انفذها باستخدام هذه middle of maximum, sum of maximum, largest of maximum، هذول ثلاث قيم طلعت لي بهاي الحالة. اذا حرسم لي ايضا همينة خطوط تمثل هذول ثلاث قيم، اللي ممكن في بعض الاحيان هذول الثلاث طرق تطلع لي نفس القيمة وبعض الاحيان ما تطلع لي نفس القيمة. هنا حرسمهم ثلاث لاينات حتى اشوف وين موقعهم بالضبط. اكو سؤال هنا يقول picking a method، يعني اذا تختارون يا method للديفازيفيكيشن منو من عندهم هي الاختيار الصح؟ الانسر هي no simple answer، ماكو فد جواب يقول لك يا طريقة افضل،
انت تظل تجرب الى ان تلقي النتائج الافضل ويا طريقة فتختارها. عادة الطريقة قلنا اللي ماخذ الشهرة الاوسع هي السنترويد، فعادة ما يستخدمون السنترويد، لكن هي ليس في الضرورة لمئة بالمئة كل البروبلم راح تطلع لي النتائج الافضل. زين رسموا لي هذه حتى تشوفون شنو هذا الرسم التوضيحي ايش جاي يمثل لكم. حلوا لي هذه الديفازيفيكيشن اللي هي in which problem الفازي logic is not suitable. إذن معناتها أهل أكو problem بالطبيعة يعني عملية تنفيذها باستخدام الفازي logic هي سيئة، حط لها نتائج سيئة. إذا ما لقيت الجواب بالمحاضرة فتلقوها المفروض ابحثوا عنها بالجوجل وشوفوا. بعدين أريدكم الخطوة الثانية إنه تعرفون وترسمون فازي membership function فالطالب يختار له دالة هو يسويها دالة بطريقة برمجية زين، ويختار لها X وينطيها باراميتر للممبرشيب فانكشن ويرسمها. وهذه ها هي كملت المحاضرة.